نعم دكتور، صوت واضح. ايه، المحاضرة السابقة تكلمنا على ستاندرد ليمبليد اللي هي L1 و L2 و L3. هذول ال L1 يربطون ما بين الذراع اليمين والذراع اليسار، سماها ليد واحد. هذه تطلع رسم مال اي سي جي، رسم مال موجه مال اي سي جي. الثانيه ليد اثنين ايضا تطلع رسمه مال اي سي جي. هسه بالمحاضره قد نمشي بالمحاضره راح تفهمون الموضوع اكثر. اذا بين ذراع اليمين والرجل اليسار يطلع ليد اثنين ايضا يطلع رسمه مال اي سي جي، وما بين الذراع اليسار ورجل اليسار يطلع لي ايضا رسم مال اي سي جي. فاذا راح يكون 3 رسومات مع الاي سي جي. اول ما يشوفه الطبيب راح يشوف، يقول لك خلي اباوه على الستاندرد لين بليد، وراح يلاحظ انه هل هي طبيعيه بها مشكله ولا لا. فهذه اول 3 رسوم يلاحظها الطبيب قد ما يعمل الاي سي جي. بعدها اكو الاوجمانتد، هذا طبعا الرسم اللي يكون بين ستاندرد ليم بليد اللي هي القياسية مثل ما شرحنا لكم. وبأنه الجهد بين أي اثنين يعطينا خيمة السعة والاتجاه. سعة للموجة، سعة الموجة مثل ما تعرفون الموجة تصعد وتنزل، صعودها ونزولها هي الامبليتيود السعة، والدايركشن هي الاتجاه، هل هي اتجاه يعني ساين ويف الا كوساين ويف، يعني هل هي تصعد لو قبل تنزل جو تصعد لي فوق حسب اتجاه الموجه. فهذا كله يمثل الموجه بالاتجاه الامامي فرونتال بلين، يمثل بالاتجاه الامامي بالفرونتال بلين. شرحت لكم المحاضره السابقه هذه ايضا شلون تكون، هذا الليد واحد والليد اثنين والليد ثلاثه، ايضا يعني توضيح اكثر خلال خلال الرسومات مثل ما تلاحظوا. وصلنا الاوجمانتد ليد، بعض الطلبه سالوني قالوا لي ممكن يعني تفيد ان شرح، فراح نعيد الشرح مع الاوجمانتد ليد كونفجريشن اللي هي سموها الليدات المساعده. اوجمانتد ليد يعني المساعده المعززه، المساعده المعززه. اذا هذه الاوجمانتد ليد راح تكون بالاتجاه الامامي، انتم تعرفون الاتجاه الامامي يعني سطح الجسم من الامام، اماميه الاتجاه، درستوا الاحداثيات الفرونتال بلين والترانسفير بلين والساجيتال بلين. فهذه راح تكون بالفرونتال بلين الاي بي ار واي بي ال واي بي اف اللي هي اوجمانتد ليد بالاتجاه الامامي بالفرونتال بلين. شنو هي بعد بالفرونتال بلين اللي اخذناها قبل، ثلاثه ليد واحد وليد اثنين وليد ثلاثه ايضا كانت بالفرونتال بلين. طيب ايش هي الاوجمانتد ليد كونفجريشن؟ انه الاي بي ار ليد احدى الاسلاك يروح الى الريكوردر، احدى الاسلاك يروح الى الريكوردر. الريكوردر اشنو؟ اللي يسجل الموجه، اللي يعطينا رسم الموجه. طيب من هو اول سلك اللي يروح من ذراع اليمين؟ الذراع الاخر راح هناك ارتباط ما بين ايد اليسار مع رجل اليسار، يطلعون مقاومتين يعني من ايد اليسار، اتخيل فرد مقاومه رايحه وين؟ الى رجل اليسار، ومن الرجل اليسار اكو فرد مقاومه اخرى متجهه الى ايد اليسار. هذول الاثنين يلتقون سوا ويطلع منهم سلك واحد يرتبط بالسلك اللي هو مع الرايت ارم، فبالتالي راح يعملوا لي سلكين، السلك الاول رايت ارم والسلك الثاني ما بين ارتباط رجل اليسار مع ايد اليسار بوجود مقاومتين على التوالي موجودين. هذول المقاومات بالجهاز، راح تسالوني وين موجودين؟ هاي الموجود المقاومتين موجودين بالجهاز اصلا، موجودين بالجهاز اصلا. وش فراح يعملوا لي رسم ايضا مال اي سي جي. Other two augmented lead are obtained in a similar manner. طيب اكو هي هاي بس الطريقه يعني بس ليد واحد اللي اي بي ار؟ لا،
الاي بي الاي بي ال شلون اقيسه والاي بي اف شلون افحصه. فاذا الاي بي ال راح يكون ايضا ذراع اليسار تذهب الى المسجل، ذراع اليسار تذهب الى المسجل و ايد اليمين ورجل اليسار ايضا اكو مقاومه بيناتهم، مقاومتين يرتبطون على التوالي من نصهم من نصف المسافه، يطلع سلك يرتبط مع من؟ مع ذراع اليسار، ويعمل لي رسم سميناه اي بي ال. طيب الاي بي اف في الحاله راح يطلع رجل اليسار، هالمره دور من؟ دور رجل اليسار وحده. رجل اليسار راح يطلع منه سلك، السلك الاخر مين راح يجي؟ من ارتباط ذراع اليمين رايت ارم مع ليفت ارم، مع ايد اليمين مع ايد اليسار، ايضا اكو مقاومتين على التوالي يرتبطون ما بين ذراع اليمين وذراع اليسار، من منتصفهم اخر سلك يرتبط مع الليفت ارم ويعمل لي اللي هو اي في اف. هذا الرسم مال من؟ مال اوجمنتد ليد مال اي في ار، اللي هو بين ذراع اليمين و ايد اليسار مع رجل اليسار، مقاومتين يرتبطون من منتصفهم اخر سلك ويروح، راح يكون يمثل الجزء السالب ويرتبطون ويروحون الى، يعملوا لي فرد ليد جديد ورسم جديد للاي سي جي. اذا هنا اي في ار راح يطلع لي رسم جديد، رسم جديد مال الموجه. اي بي ال يطلع لي رسم جديد مال الموجه. اي بي اف يطلع رسم جديد مال الموجه. اذا كم رسم من الرسومات صار عندي؟ صار عندي ثلاث رسومات مال من؟ مال ستاندرد لمبليد، وبعدين ثلاث اللخ مال اوجمنتد ليد ايضا راح يعمل لي ثلاث رسومات، فصاروا ست رسومات. ستة رسومات للاي سي جي، ستة رسومات للموجات مع القلب، صادرة من القلب. يلاحظ الطبيب من خلال خبرته راح يعرف هل الشخص مريض ولا طبيعي من خلال الرسم اللي يطلع مال الاي سي جي. خوش؟ واضح؟ طيب ثانية واحدة. طيب راح نكمل المحاضرة إن شاء الله. زين. The major electrical events of the normal heart cycle are. الرسم مال الموجة مال القلب شلون راح تكون؟ راح تكون كما يلي. هذا الرسم مال الموجة. فلاحظ أول شيء الإحداثيات، إحنا درسناكم بالفيزياء الإحداثيات. بوتنشال الجهد راح يكون على واي أكسس، والإكس أكسس هي الزمن، وزمن التايم. طيب الاحظ بي كيو ار اس تي، وبعدين مره ثانيه بي كيو ار اس تي وهكذا. اذا تستمر التايم ماله نصف ثانية، نصف ثانية 0.5 سكند، تايم ماله سكند، يعني خلال نصف ثانية تعاد هذا الرسم مال الموجة. طيب راح نروح إلى الشرح مالنا. كنا أول شيء بي
بعدين كيو ار اس تي. الفي ايش تمثل؟ اتريال ديبولاريزيشن. اذا اتريال ديبولاريزيشن ويش بروديوس ذا بي فاليو. اذا الاتريال من يعملوا لي ديبولاريزيشن على دخول الصوديوم، والموجه راح تصير مثل ما شرحت لكم من ناقص 80 الى زائد 50. فارتفاع الموجه راح يمثل لي ديبولاريزيشن، والديبولاريزيشن مثل ما قلت لكم هو بدايه الفصل ودخول الصوديوم الى الخليه. فراح تعمل لي فرد ويف، رسم موجه اللي هي بي ويف اللي هي اول رسم الارتفاع هذا مال بي. بعد الاتريال ديبولاريزيشن يتبعها اتريال ريبولاريزيشن. اذا الاتريال ديبولاريزيشن يتبعها اتريال ريبولاريزيشن which is rarely seen and is unlabeled. دائما هي ضعيفه وما ممكن رسمه ولا تظهر. اذا راح يظهر عندنا بس فقط البي ويف اللي تمثل الاتريال ديبولاريزيشن. الاتريال ريبولاريزيشن ما راح تظهر وقليلة الحدوث، سريعة يعني. طيب الفي خلصنا. بعد الدم وين راح يروح مثل ما تعرفون؟ إلى الفنتريكل. فنتريكل ايش راح يصير؟ الفنتريكل ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن إذا الفنتريكل راح يصير بها ديبولاريزيشن، معنى ذلك أنه دخول الصوديوم إلى الخلية مرة ثانية وترجع مرة ثانية، تصير من السالبة إلى الموجبة، السالبة إلى الموجبة، يعني من ناقص 80 إلى زائد 50. راح يمثل لي ماذا؟ راح يمثل لي يسموها كيو آر إس كومبلكس، اللي هي يعني بعد البي راح تنخفض بعدين ترتفع، آر بعدين إس تنخفض، فسموه كومبلكس، كيو آر إس كومبلكس، يعني نزول صعود ونزول، مثل ما شوفتكم هو بالرسم الجو، الرسم الجو اللي راح تلاحظوه اللي يطابق هذا الكلام كله. بعد قلنا كل ديبولاريزيشن، كل ديبولاريزيشن يتبعه هو ريبولاريزيشن. طيب الفنتريكل صار بيها ديبولاريزيشن، بعدها راح يصير الفنتريكل ريبولاريزيشن. ريبولاريزيشن يعني شنو؟ خروج البوتاسيوم ومرة ثانية يعني ترجع الموجة تنزل من زائد 50، لأن ديبولاريزيشن صعدة صار زائد 50. ريبولاريزيشن راح تصير من زائد 50 إلى ناقص 90، إذا راح تنخفض، إذا راح تنزل الموجة. هذا الحكي الموجة مال من؟ مال كلام مالي، مال من؟ مال الشرح مالي، مال بداية الفصل، ما ديبولاريزيشن والريبولاريزيشن، صعود ونزول الموجه. هذا الفنتريكل ريبولاريزيشن راح يعمل لي تي ويف، راح يمثل لي تي ويف. تي ويف وين موجوده؟ هنا. فاذا اذا اروح للرسم واعيد بصوره سريعه راح الاحظ ما يلي، شرح جوه ايضا موجود، في يمثل لي اتريال ديبولاريزيشن، يتبعه اتريال ريبولاريزيشن هنا بهالمكان ولكن لا يرى، لا يرى. بعد يطلع راح يصير عندي فنتريكل ديبولاريزيشن اللي هي كيو ار اس، فنتريكل ديبولاريزيشن اللي هي كيو ار اس، يتبعها فنتريكل ريبولاريزيشن، يتبعها فنتريكل ريبولاريزيشن اللي هي تمثل تي، تمثل تي. اذا يعني انا راح اعيد مره ثانيه، انتم تعرفون بانه من يصير عندنا بي ويف راح يصير عنده اتريال ديبولاريزيشن، يعني اتريال ديبولاريزيشن يعني كونتراكشن، كونتراكشن لما انقباض الأذينين والدم راح ينزل الى الى الفنتريكل. بعدها راح يصير كيو ار اس كومبلكس، لانه بعد الاتريال ديبولاريزيشن راح يصير اتريال ريبولاريزيشن، بس ما راح تبين واضحه.
يتبعها قلنا العملية أنه كيو آر إس كومبلكس تمثل شنو؟ فنتريكل ديبولاريزيشن. هذه تمثل فنتريكل ديبولاريزيشن. يعني شنو فنتريكل ديبولاريزيشن؟ يعني فنتريكل كونتراكشن، ولهذا يكتبوه فنتريكل كونتراكشن أكر بتوين إس تي، ما بين الإس والتي راح يصير عندي فنتريكل ديبولاريزيشن. بعدها راح تجي تي، التي شو تمثل؟ فنتريكل ريبولاريزيشن، لان كنا بعد الفنتريكل ديبولاريزيشن يصير عندي فنتريكل ريبولاريزيشن. ريبولاريزيشن تحدث هنا وبالتالي تعاد مره ثانيه الموجه، وهكذا راح تمثل مرتين الخفيف كيو ار اس تي، وهكذا كل نصف ثانيه. فإذا الطبيب ايش راح يلاحظ؟ راح يلاحظ ستة رسومات اللي هي أمامه، ليد واحد، ليد اثنين، ليد ثلاثة، أي بي آر، أي بي إف، أي بي إل. كل واحدة من هذول الرسومات راح يلاحظ أنه يلاحظ الموجة ورسم الموجة وشكل الموجة الشوني وارتفاع الموجة. الارتفاع راح يكون بالملي فولت، قلنا بوتنشال بالملي فولت، والوقت ما الموجة قلنا من نصف ثانية إلى ثانية يمكن أنه تحدث. راح يلاحظ الطبيب، فراح يلاحظ أول ثلاثة، ليد واحد، ليد اثنين، ليد ثلاثة. بعدها راح يلاحظ الأوجمنتد ليد، اللي هي أوجمنتد ليد، أي بي آر، أي بي إل، أي بي إف. من خلاله راح يبني استنتاجه، هل شخص مريض ولا طبيعي إلى آخره. أحيانا مثلا لاحظ الرسم، هذا الرسم طبعا تلاحظون الساعة الرسم قسم منه مقلوب إلى الأسفل في هذا الرسم، هذا طبيعي، هذا حسب اتجاه الأقطاب. إذا الفولتية رايحة للقطب أو الفولتية أو الموجة ذاهبة إلى القطب، تقلب الموجات. هذا يعني ما شيء خطأ، وإنما هو حسب ما شو مثل كاميرا قاعدة تشوف الموجة جاية عليها لو رايحة منها، الموجة جاية عليها لو رايحة من عندها. ولكن مثلا بعض الحالات مثلا يشوف الطبيب يجي يلاحظ أنه يشوف أنه بالرسم البي مثلا ما موجودة، هذه البي ما موجودة، مخفية، عدل عدل تطلع عدل. بعد موجودة كيو ار اس والتي موجودة، شي يبني يعني شنو الاستنتاج اللي راح يبنيه اذا شاف البي ما موجودة؟ يقول بانه اكو خلل وين؟ بالاتريال، بالوظيفة مال الاتريال، بالوظيفة مال الاتريال اكو خلل. ماذا يصير؟ انقباض وانبساط وضغط للدم بالاتريال ديبولاريزيشن. فمعنى ذلك انه راح يعرف بانه هذه اكو مشكلة هنا بالاتريال ديبولاريزيشن، فيخلون مثلا بعض الاجهزه الخاصه اللي يعني عمليات جراحيه بالقلب، يخلون مثلا بعض يسموها بطاريه اللي هو بيس ميكر، يعني يخلون بطاريه هم يسموها عاميا بطاريه، بس هي بالحقيقه منظم مال فولتيه مال من اللي تنظم عمل الاتريال ديبولاريزيشن، فترجع مره ثانيه ورا ما يخلوا له العمليه ويزرعوا له، هي ترجع الموجه تشتغل بصوره طبيعيه. هاي ان شاء الله بالتفاصيل راح تدرسوها ان شاء الله بالفسلجه وبالباطنيه، راح تصيرون شطار بهذا الموضوع، راح تتذكرون هذا الموضوع جيدا. Then in a clinical examination, six transverse plane ECGs are usually made in addition to the six frontal plane. إذا خلصت خلص الموضوع؟ لا، الموضوع اكو بعد مع ستة frontal plane اللي هي ليد واحد، ليد اثنين، ليد ثلاثة، اي بي ار، اي بي ال، اي بي اف، اكو بعد ستة اخرى بس، ولكن وين؟ بيا مستوي للترانسفيرس اللي هو لتقسم الجسم
نصف اعلى ونصف اسفل. اذا بالترانسفيرز اللي يقسم الجسم نصف اعلى ونصف اسفل اكون موجود عندنا اي سي جي ايضا موجوده. For the transfer of the measurements, the negative terminal of the ECG record is attached to the an indifferent electrode at the center point of the three resistors connected to the RI, RL, و LA. And other electrode is moved across the chest wall to the six different points. يعني شنو معناها؟ يعني هذه صراحه هذا الرسم مال الترانسفيرس. ترانسفيرس انتبهوا علي جيدا. اول شيء اكو جزء سالب واكو جزء موجب. الجزء السالب اللي هو وين موجود نسميه ايه هاي النقطه، هاي النقطه سموها نيجاتيف الكترود اندفرنت، يعني قطب سالب محايد. محايد محايد شنو؟ يعني ما له علاقة، ما متحيز لأحد، محايد. إذا قطب سالب محايد، هذا القطب السالب المحايد شو يسوي؟ أكو ثلاث مقاومات، مقاومة تجي من الرايت أرم، ومقاومة تجي من الليفت أرم، ومقاومة تجي من الليفت ليج، كلها تنجمع، كلها تنجمع تنجمع هنا بهذه النقطة. طبعا هذا الحكي موجود بالجهاز، هذا الحكي موجود بالجهاز. انت راح تخلي الليد النيجاتيف هذا هنا بهالمكان هذا زين بالجسم، هذا هو هو يعني داخل الجهاز به ثلاث مقاومات، مقاومه جايه من الذراع اليمين، مقاومه جايه من الذراع اليسار، ومقاومه جايه من رجل اليسار. طيب هنا هذه السالب تمثل هذه النقطه، هذه الإشارة السالبة هنا اللي هي يعني بداية السهم، بداية السهم هذا بداية السهم تمثل السالبة، تمثل النيجاتيف إلكترود اللي هو هنا. طيب البوزيتيف إلكترود وين راح يكون؟ موزع أي في واحد، في اثنين، في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، في ستة. هاي موجودة وين؟ على التشيست اللي يقابل مكان القلب، قابل مكان القلب. فالطبيب راح يخليها بعنايه، راح تتعلمون عليها انتم بالتدريب السريري، فيخلون بي 1 يما من منتصف الصدر، وبعدين يمو في 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5 وفي 6 يتوزع بهالمكان. راح يكون الرسم مال الكتريك دايبول ثنائي القطب متجه ثنائي القطب بهالاتجاه هذا. اذا السالب هذا يمثل وين؟ نيجاتيف الكترود اندفنت، والموجب يمثل V1 V2 V3 V4 V5 V6 اذا كان هذا الصدر. واذا انا اباوع كانه مو فوق من يم الراس دا اباوع الى مكان القلب هنا، مكان القلب هنا، فتكون بهالطريقه هذه. فاذا راح تكون بهذه الطريقه. اذا انا اذا لاحظ الرسم هذا الرسم من اتجاه من فوق الراس دا اباوع على صدر، بينما هنا الصورة الأولى اللي هي frontal view اللي هي الجانب الأمامي. خوش. فإذا ما دام هي من يعني من داخل الجسم إلى خارج الجسم راح تمثل لي تمثل transfer plane. transfer plane جسم المقطعي، المقطعي مثل الجسم المقطعي. إذا معنى ذلك أنه راح تطلع لي بعد، راح تطلع لي ستة رسومات جديدة. ستة رسومات جديدة، شنو رسومات جديدة؟ اللي هي واحد في واحد، في اثنين، في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، في ستة. هذول نسموهم 6 ترانسفيرس بلين اي سي جي فور انورمال سبجكت. هذه مجرد تتدربون عليها بالبيت شلون ترسم، تتعلمون على الرسم ماله. و فقط يعني تعرفون انه اكو ستة رسومات بالترانسفيرس وستة رسومات بالستاندرد لمبليد. اكو بالستاندرد لمبليد ثلاثة، وبالاوجمنتد ثلاثة، صاروا ستة قياسية بالاتجاه الامامي بالفرونتال، وستة بالاتجاه للترانسفيرس.
اللي هي هذه العفو طب دكتور، الفصل إلى قطع هنا، الصوت. إلى هنا يخلص الفصل. أكو عندي بعض الفيديوهات، راح أحاول أبعث لكم هي حتى تشوفوها، يعني موجودة، أنا مخليها يعني باليوتيوب، ممكن أنزل لكم هي على برنامج التليجرام حتى تشوفون يعني مع الفصل كله، يتبع الفصل كله بصورة عامة، الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن، وكذلك ايضا المواضيع هذه الاخرى اللي هي اخذناها هسه. اذا انا اسمع منكم اذا عندكم اسئله. سجل الحضور مالكم عادي، حبون سجل الحضور. نعم الرسوم دكتور، تدربوا عليها، تدربوا على الرسومات. الحضور نزلوه. رحمة سالم كتبه، ممكن تعيد دكتور؟ ايه ما خالف، استعيد ما دام عندنا وقت نقدر نعيد. ايش اعيد لكم بالضبط؟ سعيد الرسومات تتدربون عليها فقط، الرسومات تتدربون عليها فقط، تتدربون عليها الرسومات، تشوفون شلون يعني شلون هي الرسومات، هي رسم مال الاي سي جي مال القلب، ما رسم مال القلب. انا ما اعرف الاسئله شلون راح تكون، يعني راح تكون الكترونيه لحضوريه، انا ما اعرف، يعني الوزاره هي تحدد لي وقتها وانا ما اعرف. كم ملزمة بقت للفيزياء؟ ما أعرف، أنا دكتور محمد راح يكمل معاكم، أنا الفصول مالتي خلصت، يعني هاي آخر محاضرة مع الفصل مالتي مع الإي سي جي اللي بدأنا به قبل نصف السنة، فراح أكمل معاكم دكتور محمد الأسابيع القادمة إن شاء الله. محمد نافع، يعني لا تركزون على الرسومات، زين من السالب والموجب، السالب والموجب انتوا مثل ما موجود في المحاضرة، يعني انتبهوا علي يا طلاب، يعني هنا هذا راح يكون الموجب اللي جاي من رايت ارم مال اوجمانتد مال اي بي ار، اي واحد مثلا بيناتهم راح يجي الموجب هو الرايت ارم، وبعدين السالب من يجي التقاء الليف ليج مع الليف ار، كذلك الاي بي ار واي بي ال واي بي اف، اللي وحده مثلا اللي جاي مثلا من ذراع اليسار بعده، ما انا ذراع اليسار ايضا راح يكون موجب، اللي بعده هنا راح يكون رجل اليسار ايضا راح يكون موجب، البقيه سالب وهكذا. أنا راح أرسم لكم رسم يعني بخط إيدي، رسم بخط إيدي أبعث لكم إياه على التليجرام، الـ ABL والـ ABF، يعني حتى
تخيلون الصورة مالتها. الموضوع سهل ما صعب، بس تقروا تابعوا. واهم نقطة عندنا، اهم شيء ذا ميجر الكتريكال ايفنت او ذا نورمال سايكل، قلنا هي شلون تطلع الرسمة البي والكيو ار اس تي، شلون تطلع. وقلنا بانه هي اتريال ديبولاريزيشن تعمل البي، اتريال ديبولاريزيشن تتذكرون الموضوع ديبولاريزيشن، راح ارجع الى كلمة الديبولاريزيشن. عفوا دكتور، نعم نشرت رابط الحضور على الشات. نعم عيني، تفضل عيني، تفضل عيني. نشرت رابط الحضور على الشات. نزلتوا الحضور؟ نعم. ايه خوش، عاش ليكم. نريدك دكتور. تذكرون هاي المحاضرة من البداية، قلنا بأنه خارج الخلية موجود الصوديوم، وداخل الخلية العصبية موجود البوتاسيوم كي، اثنين موجب. تذكرون هذا الرسم جيدا، ان من تبدا الموجه السالبه من ناقص 80، وبعدين صعودا قد ما يدخل الصوديوم يصير ديبولاريزيشن. اذا ديبولاريزيشن دخول الصوديوم، معنى ذلك انه الخليه تتحول من سالبه في الداخل الى موجبه في الداخل، اللي هذا الجزء موجبه في الداخل. عمليه الديبولاريزيشن هو دخول الصوديوم هنا، هنا كانت هي سالبة، صح البوتاسيوم بالداخل والصوديوم خارج، ولكن هي سالبة الشحن، وجود شحنات سالبة تطغى على وجود البوتاسيوم الكي. فدخول دخول الصوديوم معنى ذلك أنه من تصير من سالب 80 إلى زائد 50، من سالب 80 إلى زائد 50. هذا الصعود مال الموجة نسميه ديبولاريزيشن. ريبولاريزيشن. زين الريبولاريزيشن شو يمثل؟ الريبولاريزيشن راح يمثل هنا اللي هو خروج البوتاسيوم من الخليه، من الخليه الى خارج الخليه. راح تصير الخليه، راح تصير خليه تذهب الى السالب مره ثانيه. شلون تصير للسالب؟ تبدا من زائد 50 وتنزل الموجه مثل ما تلاحظون بهالطريقه، هاي راح تنزل نزوله. شنو يعني؟ يعني موجب ده يصير سالب، موجب شوف موجب زائد 50 ده يصير سالب، اذا مره ثانيه يصير سالب سالب، وهكذا. مثل هاي مال الاطفال، الزلاجه مال الاطفال اللي يصعدون بيها، يصعدون فوق وبعدين يتزلجون مره ثانيه وهكذا. اذا هذا الصعود، هذا الصعود من سالب 80 الى الاعلى اللي هو نسميه ديبولاريزيشن. نزول الموجه من زائد 50 الى ناقص 80 او ناقص 90 هو ريبولاريزيشن. ريبولاريزيشن يعني خروج البوتاسيوم. ولهذا هذا يرتبط بايش؟ بالمحاضره اللي تكلمنا عليها. انا ارجع بصوره سريعه حتى اذكركم شنو هو الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن اللي بيحدث. اذا اي بي ار، اي بي ال، اي بي اف هي الاوجمانتد، وعندنا ستاندرد بليد اللي هي بالبدايه لد واحد لد اثنين لد ثلاثه، وبعدين يصير عندي الموجه البي وكيو ار اس تي. هذه طمنوا انتم راح تاخذوها بصوره تفصيليه، يعني راح تفحصون يعني مرضى او بعض الطلبه يتبرعون مثلا بالمرحله الثانيه بالفسجه، راح تدرسوها بدقه. دكتوره علياء، دكتوره شيماء، دكتوره منار، دكتوره هناء راح يعطوكم الاي سي جي وشوفوكم هو عملي.
لما ما سيطرون على الموضوع تماما، من تجون تدخلون انتم استاذ ثاني كنت درستوا الموضوع بالاول، تتذكرون تقولون دكتور خالد اعطانا هذا الموضوع، راح تتذكروه بصوره جيده. اذا عندكم اسئله انا اسمع منكم.